اهلا وسهلا بي احبتنا ومتابعينا، حلقه جديده من برنامجكم برنامج صحه وغذاء. واليوم راح نتحدث عن موضوع مهم الكل يستفيد منه ان شاء الله، عن التداوي بالاعشاب، طريقه التداوي بالاعشاب، اساليب التداوي بالاعشاب. وجاي نسمع الكثير يقول الاعشاب اذا ما تفيد ما تضر، وهذا غلط. الاعشاب تمتلك القدره على صنع مجموعه كبيره من الادويه، يعني مركبات دوائية كثيرة يستخرج من عندها. يعني الدراسات الأخيرة تقول يعني حتى أوروبا ما يقارب 122 إلى 142 دواء يعني استخدم من ضمن الأدوية الكيميائية اللي بالصيدلية يستخدموها الأوروبيين. الموضوع طويل ومتفرع وما يخلص بحلقة، وراح ندخل بهاي التفاصيل إن شاء الله ونوضح للناس شلون يستخدمون الأعشاب وبأي طريقة، وما يصير اي شيء عشوائي، ما ممكن، حاله حال بقيه الادويه. طبعا لها قدره على تركيب الادويه من اجل الدفاع عن الجسم ضد المفترسات من الحشرات والثدييات العشبيه والبكتيريا والفطريات. طبعا هاي كلها تهاجم الجسم، فالتركيبات الدوائيه اللي من النباتات إلها قدرة دفاعية وعلى مدى بعيد إذا ما أحسن استخدامها. حالياً منظمة الصحة العالمية عملت إحصائية، ما يقارب 80% من سكان أفريقيا وآسيا يستخدمون النباتات بالعلاج. أما أوروبا وأمريكا كانوا يعني أقل شيوعاً، خلينا نقول بالاستخدام، لكن بالفترة الأخيرة بعد أن أثبتت التجارب العلمية وبعد ما حوربت يعني على مدى سنوات طويلة الأعشاب، حاليا قسم من الدول الصيدلية مقسومة إلى قسمين، نصها أعشاب ونصها كيمياء. طبعا بالعراق بعيدة الشغلة لأن محاربة بقوة وبشدة. مع العلم اكو اثباتات، لكنه انا مرات اقول من حقهم، مرات اقول مو مرات انما كل المرات اقول من حقهم بسبب بعض الوصفات العشوائيه. فقط اغلبهم الاغلب يريد بس يكسب المال. التداوي بالاعشاب يعني موضوع طويل جدا، وعالم الاعشاب عالم معقد جدا. يعني ما يصير تقرأ لك كتاب أو كتابين، خاصة الانترنت، خاصة الانترنت 80% من الوصفات كذب مو صحيح. لا صدقون أحد ينطي كل معلوماته على الانترنت. يعني أنا من الناس مرات من أقدم برامج تجيني بعض الاتصالات أنه ليش تبوح بكل ما عندك من أسرار. هذا علم الله انطانا هذا العلم، ولازم الناس تستفاد، ويوم القيامة الله يحاسب أبو العلم قبل اللي ما يعلم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعني ما يصير. أنت اللي انطاك علم لازم تفيد به البشرية. النباتات منها ما يكون مواد حافظة مثل الزعتر الخزامي، منها ما يكون هاضم يعني مثل النعناع المردقوش، وبنفس الوقت يسبب أرق بعض النباتات، وبعضها يريح النفس مثل الميليسيا البابونك. يعني راح ننطي نبات نبات، نتكلم عن كثير من النباتات على قدر ما يسمح لنا الوقت، وتستفادون إن شاء الله من عدها. أغلب مشكلة العصر اللي هي الهضم، وصايرة مودة. يعني اللي عنده شرايين يقول عندي قالون، اللي عنده ألم بالأكتاف يقول قالون، لا عاد شلون يجيبها، يقول القالون ضارب على الحجاب الحاجز، إنه الحجاب الحاجز ضارب على الكتوف، وإنه ما أدري وين طالع. هذا غير قالون، هذا ماكو قالون. يعني هم لو تار كبيرة بنشرة مو هيك، خلي شوية خليكم تتبسمون، تعرفون أسلوبي بالبرام. يعني يا شغلة وبراس القالون، كل شيء وبراس القالون، ماكو هيك ترى.
القولون يعني خلينا نقول سبب لردة فعل، ردة فعل خلينا نقول لأحد الأمراض أو لخلل معين. طيب أنت إذا بالليل أول ما يخلوا لك المأدبة، وإذا هي ببرغل وهي البرغل شو مخلين ما شاء الله مرق بامية لو فاصوليا، هو برغل وأكيد البرغل يعني لا يزعلن الحبايب بالمية خمسة يعرفون يطبخون البرغل، بالمية خمسة يعرف يطبخون البرغل، هاي معروفة فلا حد يزعل من عندي. تقول لك أنا أطبخ البرغل وأخلي، لا ماكو هيج حاجة. البرغل يعني يا ريت بالطبخ خلوا معاه فد ملعقة شاي من الزنجبيل إذا كمية يعني محدودة، ويا طبخ خلوها كأنما توابل. أو البامية، البامية يعني فوائدها كبيرة كفائدة غذائية وطبية وعلاجية، لكن سيئة جدا بالهضم، سيئة جدا بالهضم، يعني إلا ما ندر، إلا ما ندر من بعض الأشخاص أنه يأكل البامية وما تصير عنده تلبك بالهضم، مستحيل لأنه أكلة ثقيلة. فهنا الأخ مخلي البرغل وياها بامية وياها فاصوليا ولحم عجل وظل يأكل، هو أولا أغلبهم ما يعرف يشبع إلا بطنه توجع. يعني هذه يعني من أحشي شيء جديد أدري يعني وما موجود بالمصطلحات، بس هاي الحقيقة، يعني أحشي الحقيقة. يعني أخونا قاعد على المأدبة وصينية برغل وياها بصل هم للعلم يعني، ودنيا ليل ولحم عجل وبامية وفاصوليا، وقعد الصبح عين يمنى وعين يسرى، يا ابو شبيه قال قالوني ما لي حال، يا ابو شلون قالونك ايش سويت؟ قال كل شيء ما شلت ابد، ما ضقت يمكن يقول شويه خبز او لقمة. يعني شو تضحك على نفسك؟ تضحك علي؟ علي من تضحك. الطعام هو الداء وهو الدواء، هو الداء وهو الدواء. نعود للمعالجة بالنباتات، مثل هيش حالات إذا أخذت النعناع ليلا إذا بوقت مبكر ما مشكلة، لكن إذا بوقت متأخر لا تأخذ النعناع لأنه ما راح تنام، منبه مثل القهوة. التفاح شقد بيه فايدة؟ لا تأخذوه بالليل قبل النوم. يجوز أنا بعض الحلقات قبل أنه يجوز مرة مرتين وصفت يجوز، ما متأكد، لكن يعني الطب هذا طب بحر، كل يوم تكتشف شيء. فلا تأخذوه بالليل ما يخليك تنام، سبب أرق. الصبح كل العلاجات به، الصبح عريق كل العلاجات به، النعناع كذلك هاضم، من يعني يحتل المرتبة الأولى النعناع للهضم، يعني خاصة الحالات الطارئة مثل هاي الأكلات الثقيلة، ماكل كبة ونايم، ماكل برغل ويا فاصوليا بامية ونايم، ماكل دولمو ما شاء الله شلونها نص الحمالها مو مستوي لو صوت بالصينية ونايم ما مهضومة. فالنعناع خلينا نقول تدخل سريع، يعني ملعقة كوب من النعناع، أوراق النعناع خاصة البري، خاصة البري تنقعها مي مغلي تتبرد تتصفى تنشرب بعد الأكل، شقد ما تتصورون به فوائد نعناع، لكن بوقت متأخر من الليل ما يخليك تنام، سبب أرق. لكن الزنجبيل لا، مهدئ مريح هاضم مفعول سريع، ايضا مثل هذه الحالات قوي جدا. شوف التركيب، شوف التركيب بالاعشاب ما يصير تتخيل تخيل، يعني الزعرور ايضا هاضم لكن ما يصير ويا الزنجبيل،
ما يصير ويا الزنجبيل. اذا تاخذ اسبرين ما يصير تاخذ الزنجبيل. ما يصير. انت ما يصير بس هاي المقوله مال اذا مات في صح انه خطورتها اقل والاخطاء اللي بيها ما تكون قاتله. لكن كل شيء بحساب. كل شيء بحساب. راح اكمل وياكم حلقه قادمه ان شاء الله. استودعكم الله. الى اللقاء. الى حلقه اخرى.